نروح للصوره اكتر والمشهد اكتر. معانا على الهاتف دلوقتي الاستاذ حمزه شتاوي الصحفي في اسبريس المغربيه علشان نتعرف على الصوره اكتر. تحياتي ليك يا استاذ حمزه ومنورنا على قناه النادي الاهلي. اهلا بك اخي العزيز اسامه، اهلا كذلك بكل مشاهدي ووفياء قناه الاهلي، واكيد سعيد بالتواجد معكم دائما وابدا عبر قناه نادي القرن نادي الاهلي المصري. اهلا بك. شايف يا استاذ حمزه ازاي لقاء الاهلي مع الوداد في بطوله دوري ابطال افريقيا خاصه للسنه الثانيه على التوالي؟ اكيد احنا نتمنى الثانيه على التوالي تكون الثانيه على التوالي كذلك بالنسبه للوداد على حساب الاهلي المصري. تعلم على انه اخر بطوله افريقيه توج بها فريق الوداد الرياضي على حساب الاهلي، ولكن نعلم يقينا على انه الاهلي لديه تجربه كبيره ولديه اسماء مخضرمه ولديه كذلك جينات دوري ابطال افريقيا وجينات المواعيد الكبرى. الفريق القاهري يعتبر فريق مرشح فوق العاده للتتويج به اللقب، عنده الاسماء وعنده الميكانيزمات الخاصه بهذه البطوله وبهذه المناسبات الكبيره، لكن نامل على انه نحقق نتيجه ايجابيه في لقاء الذهاب ونستغل عاملي الارض والجمهور، لانه جمهور الوداد قيمه مضافه وسيؤثر بشكل كبير دون ادنى شك على موعد الاياب هنا بكازابلانكا بالمركب الرياضي محمد الخامس بمدينه الدار البيضاء. اذا اعتقد على انه نسبيا ظروف المباراه الذهاب والاياب بحكم انه الاياب في المغرب يخدم الى حد كبير مصلحه فريق الوداد الرياضي، كمغاربه نتمنى التتويج للاحمر، المصريين اكيد يتمنون التتويج للاهلي، وفي الاخير يعني حتى المباريات المغربيه المصريه دائما ما تطمعها الروح الرياضيه، روح الاخوه، روح المنافسه الشريفه، وتعطي صوره جميله وجميله جدا عن هذه المنافسه وعن الكره العربيه الافريقيه بشكل عام. كيف تناولت الصحف المغربيه يا استاذ حمزه هذا اللقاء؟ ايه ابرز العناوين اللي بتتقال دلوقتي او حاليا في الصحف المغربيه عن لقاء الاهلي مع الوداد في نهائي دوري ابطال افريقيا؟ اكيد نتطرق يوميا لهذه المباراه، نتطرق يوميا ل يعني اخر استعدادات الاهلي ونهج يعني السيد مارسيل كولر لسياسه اراحه بعض الاسماء. شفنا حتى في مباراه الامس لم تكن جميع الاسماء متواجده، فضل اراحه اسماء كذلك في المباراه الماضيه، يريد ان يعتمد على جميع اللاعبين ويكونوا اللاعبين جاهزين. نتمنى صادقين ان لا يكون الشناوي حاضر في مباراه الذهاب، لانه يعني حتى الان ما زالت شكوك حول امكانيه مشاركته، لانه انت تعرف انه الخصم دائما الشناوي اكيد كحارس كبير عنده قيمه كبيره، فدائما تتمنى فريق الخصم على انه ما يكونش متكامل، هذا حق مشروع في كره القدم، لكن نحترم الرجل، نحترم الاخوه في مصر، الاشقاء في مصر. مصر كبلد عشنا فيه يعني لحظات جميله، سواء شخصيا منذ ان تواجدت في ارض الفراعنه في 2016 في كاس افريقيا، تواجدت كذلك في مباريات عده هناك في مصر، فالجميل جدا هو انه نتناول هذا اللقاء من هذه الزاويه، لانه هذا امر مهم ومهم جدا، نتناول اللقاء كذلك من زاويه على انه مباراه بين فريقين لديهم خبره كبيره، انت يعني لعبت كره القدم في مستوى عالي وتعرف قيمه هذه المباريات. بالامس زين فاندر بروك مدرب الوداد الرياضي قال من الان سابدا يعني في دراسه فريق الاهلي، لانه كانت عنده مباراه في الدوري المحلي امام المغرب التطواني بالامس، اليوم يعني فريق الوداد سيفكر في هذه المباراه من اجل العوده بنتيجه ايجابيه. المباراه صدقني على انها متكافئه الى حد كبير، هي جزئيات بسيطه من ستحسم هذا اللقاء، لانه يعني لما تلاحظ تشكيله الاهلي لاعب لاعب وتشكيله الوداد لاعب لاعب وكذلك كمجموعه ومدربي الفريقين، تشعر على ان هناك تكافؤ كبير في الفرص بين الاهلي وفريق الوداد. وحضرتك بتتكلم عن ان الفريق الاهلي والوداد فريقين كبار، ابرز نقاط القوه او اللاعبين المميزين سواء في الاهلي او الوداد مين يا استاذ حمزه؟ أكيد عندما تتحدث عن الأهلي سواء في الثقة وحسين الشحات أو كذلك قيمة الشناوي، عبد المنعم كذلك في الدفاع من اللاعبين المميزين، معلول كذلك من اللاعبين المميزين، حتى عندما يتراجع مستواه يبقى لاعب بقيمة مضافة وبقيمة كبيرة. فريق الأهلي أعتقد على أنه فريق اليوم صار يعني دائما يؤكد على أنه فريق متكامل، والأهلي يعني عندنا احنا في المغرب أو كذلك في شمال إفريقيا الكل يرى على أنه نادي نموذج ونادي مهيكل على أعلى مستوى، الخلف دائما موجود، حتى يمكن لهذا النادي ان يعتبر نموذج للنادي الناجح سواء على المستوى الفني او على مستوى كذلك التعامل مع اللاعبين. اليوم نتحدث عن نادي يعني سيطر بالطول والعرض، حصد الاخضر واليابس في الدوري المصري الدوري المحلي، اقوى دفاع اقوى هجوم، حتى سياسه تدوير اللاعبين مشات يعني بشكل ذكي مع مارسيل كولر، ف
فكل هذه الامور تحسب للاهلي. فريق الوداد هو يعني اليوم زين فاندر بروك يعتبر رابع مدرب يشرف على الفريق هذا الموسم، ولكن هناك رئيس يعرف يعني كيف يدبر الامور، هناك لاعبين اللي يعتبرون من ركائز فريق الوداد الرياضي. فاعتقد انه قيمه الوداد كمجموعه او قيمه الاهلي كمجموعه ستكون هي الفارق. الاهلي والوداد اليوم لو تحدثنا عن الوداد او عن نادي الاهلي المصري لن تجد ذلك اللاعب الذي يعول عليه على انه النجم، النجم هو المجموعه، وهذا سيعطي قيمه مضافه اكبر لهذه المباراه. المؤكد هو انه جماهير الاهلي لما ستكون حاضره هنا في المغرب ستجد كل الترحاب وكانها في بلدها الثاني، وواثقين على انه نفس الامر سيحصل في مباراه الذهاب، لانه ايام عشنا هذه الاجواء الجميله بين الشعبين سواء في مصر او في المغرب. حضرتك قلت لنا دلوقتي ابرز اللاعبين المميزين في النادي الاهلي من وجهه نظرك، عايزين نسمع برضو منك وجهه نظرك في اللاعبين المميزين في فريق الوداد المغربي. فأكيد على أن الوداد يعني كما قلت يعني فريق يلعب كمجموعة. اليوم لما جاء زين فاندر بروك تغيرت الأمور، من قبل يعني كان الاعتماد على أسماء مع غاريدو، من قبل المدرب اللي قبل يعني في البدايه مع حسين عموسه، كذلك مع المهدي النفطي اختلفت الاسماء، كل مدرب يرى يعني هناك اسماء اللي كانت حاضره مع غاريدو بشكل رسمي اليوم هي في بنك الاحتياط، الامور تختلف، سياسه النادي تختلف، ففريق الوداد كمجموعه يلعب يعني كمجموعه يؤكد على انه عنده اي لاعب يدخل قادر على انه يصنع الفارق، فبذلك من الصعب جدا واهم من يعتقد انه الوداد سنقول عندهم اللاعب الفلاني هو النجم او السوبر ستار وهو الذي سيقلب المباراه، وان كان في يومه المباراة ستكون يعني لصالح الفريق الودادي ان لم يكن في يوم، لا هذا الامر غير موجود بتاتا في فريق الوداد الرياضي. لست يعني اتفادى السؤال او اتفادى الكشف عن اوراق فريق الوداد، لا، بل يعني اصف الامور كما هي، فريق الوداد يلعب كمجموعه، ولو كان حاضر ذهنيا وتكتيكيا وتقنيا وبدنيا في مباراه الاياب وعاد بنتيجه جيده في لقاء الذهاب سيكون يعني الاقرب للتتويج، هذا ما نتمناه، وكذلك نعلم على انه كذلك في مصر الجميع يتمنى تتويج الاهلي المصري، وهذا حق مشروع يعني بين الشعبين في انتظار ان تنتصر الروح الرياضيه في الاخير في هذا اللقاء الكبير. وحضرتك متحفظ انك تقول اسماء لاعبي الوداد، يعني باكد لك ان خلاص الاهلي والوداد كتابين مكشوفين للجميع، والناس كلها عارفه نقاط القوه هنا ونقاط القوه هنا، واكيد الفريقين فريقين كبار ودايما بيمتازوا بالجماهيريه وبالجماعيه. طمنا ان شاء الله المباراه خلاص يوم الاحد القادم، امتى ان شاء الله بعثه الوداد هتشرفنا هنا في بلدها الثاني مصر؟ اكيد سفر الوداد سيكون يعني قبل تقريبا 48 ساعه من موعد المباراه، من يعني بنسبه كبيره جدا ستكون هناك حصص تدريبيه مغلقه لانه المباراه عندها حساسيه، كل فريق من حقه ان يتحفظ على اوراقه، يتحفظ كذلك على طريقه لعبه، يتحفظ على النقاط القوه التي سيعتمد عليها، فبذلك فريق الوداد قد يصل قبل 48 ساعه من موعد المباراه الى اراضي مصر. اخيرا استاذ حمزه، يعني اسباب الطفره الكبيره اللي حصلت في الكره المغربيه خلال السنتين السابقتين، يعني قول لنا اسبابها سريعا برضه. أكيد الأسباب هو أنه هناك عمل من الجامعة الملكية المغربية بقيادة فوزي الأقدعي، هناك عمل كبير على مستوى البنى التحتية على مستوى المنتخبات، الكرة المغربية تخطو بثبات على مستوى المنتخبات، الأندية تحتاج كذلك إلى أن يعني تمشي في نفس السفينة، سفينة الاحتراف، وأن يكون الاحتراف كذلك موجود، والسبب يعني المباشر هو أنه هناك عمل من فوزي الأقدعي من الجامعة، وهناك سياسة رصيدة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي يقصد يعني كل الاهتمام ويعطي يعني يساعد ويساند الرياضة المغربية من زمان. رسالتك لجماهير الناديين الأهلي والوداد؟ أكيد يعلمون على أنه العلاقات المغربية المصرية أكبر من كل شيء وأكبر من مباراة في كرة القدم، والأخوة بين الشعبين، وكذلك الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن ينشر رسائل سليمة ورسائل التآخي بين الجمهورين، وجمهور الأهلي مرحب به هنا في المغرب وكأنه في بلد الثاني، ونفس الأمر بالنسبة لجمهور الوداد لأنه المباريات السابقة أكدت هذا الأمر. وإحنا بنشكرك شكرا جزيلا أستاذ حمزة شتيوي الصحفي المغربي، كانت مداخلة مهمة في الأول وفي البداية بتبين قيمة العلاقات بين مصر والمغرب وأيضا الأهلي والوداد، وفي النهاية إن شاء الله بنتمناها بطولة حمراء للنادي الأهلي.